صباح الخير أحبائي الأعزاء، لقد عدت لكم من جديد. لقد تعرفنا في الأسابيع الماضية على بعض الكلمات والحروف التي كانت متواجدة في البلوك، والآن سنقوم بمراجعة بعض منها. أول شيء سوف نرى كيفية كتابة حرف الحاء. حرف الحاء، حسن جدا. سوف نرى الحركات والمدود والكلمات المتضمنة لهذا الحرف. يلا أول شيء نكتب هو الحاء، أكتبها هكذا، أضع لها فتحة، أقول لها حا، حسن جدا. الحاء هكذا، أضع لها ضمة، أقول حو، حسن جدا. الحاء لديها كسرة، أقول لها حي، حسن. الحاء لديها سكون، أقول لها ح، أصلحوا هذه، أقول لها ح. الحاء بالمد، المد بالألف، ماذا أقول لها؟ حا. المد بالواو، أقول لها حو. المد بالياء، أقول له حي. والمد بالياء أيضا في آخر الكلمة، أقول له أيضا حي. الآن سوف نتعرف على التنوين. التنوين بالفتحة، ماذا أقول له؟ حن. التنوين بالضمة، أقول له حن. التنوين بالكسرة، أقول له حن. حسن جدا. إذا سوف نعيد قراءة الحروف. ح، حو، حي، ح. ح، حو، حي، حي. حن، حن، حن. حسن جدا. والآن سوف أكتب الكلمات. يلا الكلمة الأولى سوف أكتبها، انظروا معي جيدا. حرف الحاء يكتب هكذا، أضع له فتحة، أقول له حا. لي بن، حا لي بن. حسن جدا. يلا الكلمة الأخرى، الحاء بالضمة، ماذا أقول لها؟ حو، حسن. هذا حرف الباء بالضمة والباء، أقول له بو. والباء بالتنوين، أقول له بن. إذن سوف أقرأ الكلمة حو بو بن. حسن جدا. الكلمة الثالثة وهي حي ذا، حرف الذال، أن. حي ذا أن. حسن جدا. الكلمة الرابعة وهي نا، حرف النون، نا. حرف الحاء بالسكون، ح. حرف اللام بالفتحة، لا. تن، نح لا تن. حسن جدا. الكلمة الأخرى وهي ح ري سن، حاري-سن. والكلمة الأخرى وهي حو-تن، حو-تن. حسن. الكلمة الأخرى وهي ما
با حن مس بحن حسن وآخر كلمة وهي ف لا حن ف لا حن. يلا أعيد كلمة قراءة الكلمات من جديد. يلا الكلمة الأولى حليب حسن، الكلمة الثانية حبوب حذاء نحلة حارس حوت مسبح وفلاح. حسن جدا، يلا نتمنى أن تقرأوها من جديد. يلا سوف نرى الحرف الآخر الذي قمنا بقراءته من قبل. يلا قلنا الحرف الجديد الآخر وهو حرف زين، إنه يشبه الحرف الذي قمنا بقراءته يشبه حرف الراء، إلا هو لديه نقطة فوق، حرف الزين. حسن جدا، إذا قلنا زين بالفتحة أقول لها ز، بالضمة أقول لها زو، بالكسرة أقول لها زي، وبالسكون أقول لها ز. حرف الزين يكتب كحرف الراء من نقطة في السطر اللي قلنا غليظ للأسفل، يأخذ سطرا الأسفل. إذن بالمد أقول لها زا، بالواو أقول لها زو، بالياء أقول لها زي، بالياء أيضا أقول لها زي، بالتنوين زن، بالضمة تنوين بالضم زن، تنوين بالكسرة أقول لها زين. حسن جدا، يلا سوف نرى الكلمات. يلا حرف الزين، يلا أول كلمة وهي زيتون زيتون. حسن، الكلمة الثانية زهورن زهورن. الكلمة الثالثة زحامن زحامن. الكلمة الرابعة هي مزمارن مزمارن. الكلمة الأخرى جزارن جزارن. الكلمة الأخرى موزن موزن. والكلمة الأخيرة وهي جزيرة جزيرة راتون. حسن جدا، هكذا نكون قد تعرفنا على حرف الحاء وحرف الزين لهذا اليوم. يلا في الغد إن شاء الله سوف أرسل لكم الحروف الأخرى. يلا إلى اللقاء.